هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثاني المخصص للابكار الاذاعي على المهجنات. تابعنا معاكم الشوط الماضي الذي انتهى منذ لحظات، ذهب من نصيب شخصيه حمد بن سيف القمش الشريفي، سجل 6 دقائق 25 ثانية. نذهب الى المركز الاول ونتابع الصداره على مقدمه الشوط في هذه اللحظات. هذه هي كيف تقدمت المشاركين. خليفة بن سعيد مغفان اليابري الذي يقدم كيف على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات قادم الشاهنية حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري، والمركز الثالث الذيبة مظفر محمد بن مصلح الأحبابي، بينما المركز الرابع تقدم في هذه اللحظات والقدوم مباشرة من قبل وعد أحمد بن راشد النيادي. المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات قادمة بلشة حمد المعيوف العامري. المركز السادس هناك شوف الاسم القادم اللي هي لمحة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للمراكز المتقدمة الأولى في هذه اللحظات. إذا نتابع الصدارة على المركز الأول اللي هي الذيبة، الذيبة مسيطرة ظفر بن محمد بن مصلح الأحبابي. تابع المركز الأول في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة. هنا على المركز الأول الذيبة مظفر بن محمد بن خموشة العامري، أو مظفر، نعم هنا مظفر بن محمد بن مصلح العامري عفوا. هنا على المركز الأول بن مصلح يقدم هذا الاسم، يقدم هذا الأداء، يقدم هذا العرض بانطلاقة الذيبة مظفر بن محمد بن مصلح الحبابي. المركز الثاني هناك القدوم في هذه اللحظات بلشة حمد بن معيوف بن محمد العامري، والمركز الثالث شوف الاسم الثالث في هذه اللحظات. أرى القدوم من قبل وعد أحمد بن راشد النيادي. المركز الرابع هناك التقدم في هذه اللحظة وهذا الشوط، هذا الاندفاع المتميز. إذن هناك أشوف القدوم في هذه اللحظات. هناك الأسماء الأخرى مصورنا، ومن ثم نرجع إلى مقدمة الشوط، نرجع إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى. ما شاء الله تبارك الله، بدأ يغادر، بدأ يعلم بالمغادرة على الصدارة في هذه اللحظات. مظفر بن محمد بن مصلح الأحبابي مع الذيب، الذيب 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 الذيب، يا سلام الكيل.
الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الذي يحمل لنا الخطورة. هذه الديبة على المركز الأول، على الصدارة الأولى، هنا في هذه اللحظات تعلن تواجدها على المركز الأول، على الانطلاق الأول، مع هذا العرض، مع هذا الإبداع الرائع والمتميز. ما شاء الله تبارك الله، انطلقت 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 انطلاقة الفوز، انطلاقة التحدي، انطلاقة الإبداع. الذيبة الذيبة الذيبة، يا سلام على هذا العرض الجميل والرائع، على المركز الأول، على التحديات الأولى. شوف المسافة بينها وبين الثاني في هذه اللحظات الرائعة، هنا مع هذا الانطلاق. الذيبة تؤكد لنا هذا الانطلاق، تؤكد الانتصار مع المركز الأول، مع التحديات هنا في هذا الشوط وهذا العرض الرائع. سلام يا بن مصلح، سلام يا بن مصلح، سلام. أسعد الله صباحك يا مظفر بن محمد بن مصلح الأحبابي على فوز الذيبة بالمركز الأول بهذا الشوط، لحظات وصولها إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار بدون أي منافس على الإطلاق. تهاني للمالك الذيبة مظفر بن محمد بن مصلح الأحبابي. مركز ثاني، ثاني المراكز يذهب من نصيب، الثاني حشيم سيف بن علي مرات ظاهري، الثالث يذهب إلى وعد أحمد براشد اليادي، الرابع 18. الرابع 18. هناك من نصيب رقم 18، المركز الخامس 19، 19 والسادس 16. هناك مهمة عبد الله محمد بن عاضي المهيري، 6 دقائق 20 ثانية.